الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دي بحلقة الأخيرة دي باللي كتابنا الأصول الثلاثة التي أعطانا عنا من ربك ودينك وما نبيك، لا ان شاء الله حلقتنا هي ختامته واللي يعني تكملت لنا تنايا طواقيت لون تهاجع عنا دي بوتو، وان شاء الله رب يتقبل منينا ومنكم. الله سبحانه وتعالى البل لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. طيب، الله سبحانه وتعالى الإكراه ميتوا ولا نقلنا آمر، لأن الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، يعني وجوبنا حكمنا يا رب العالمين بالأكرايو إلا حتى منا، أي على وجوب الحكم بما أنزل الله والكفر بالطاغوت، يعني لحاجة لقرآن رب العالمين لفرض يديبنا ورب العالمين لامتئناته ورب العالمين من لما تألى وحي بوق إن آمن وبطاقوت اللهم الحمس لهم ذكرنا دي بحلقات الحلفة يا قلنا أكفر بنا لا حتى تكالي إكراه دي بدين ألبوني كمان لا إكراه على الدين لظهور أدلته وبيانها ووضوحها، ولهذا قال ماذا قال الله عز وجل؟ قد تبين الرشد من الغي، يعني إكراه دي بدين بقاسبنا أسلم من دابير كاوت أسلم أقتل كي تبلون، لكن بين يقول ولا سبب لدين لناينا لدلتنا يبين التواد حتى وتبيان بو ووضوح بو حبع على بو حتحاتو هاي ورحتو وارحت نورتو، يعني رب خير الهدق لا 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 دي بخير الهدي ورب خير الهدق له دي بإسلام لاتي وإسلام قيس، ولأنه يعني منا يعني لا لا يعني كمثل غموض لابد يبقى حاجات واضحة لا يقبض أو لا يتأمرت حتى مفهوم لا يقبض أصلا عاد يكونين، لأنه واضحته وبينته وهلا وظاهرته لدين كمثل دي بالدنيا هلا أي واحد لأمره، وكمان دين واضح كل شيء ديبو مبينته، لأنه حقو ما لدين بينا منا غلط منا صح منا الرشود ومنا غي كل اللي حقو تبينا حقو لا ميتو، يعني كل نفس يعني للحديد نسي من اللي انكلي قبينا رشود وانا استقامة تحدي، ولا قبينا غينا بدا وانا دلال وانا قواية تحدي اللي يعني الله سبحانه وتعالى بينا يوقنا، وهذا معنى لا إله إلا الله تبينه، يعني قد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله تبينه، وذي بحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى بطاغوت قلنا أكفر وبرب قلنا آمن لحد منين وبقلنا آمن لحد منين، لأنه من نكما لا شيء لا 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 موانع لا لا قرب العالمين لا لا تثبت، يعني إلا نقلنا الألوهية قرب لا تثبت لا 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 تثبت إلا نقلنا وركين بنا، لأنه أنت أورب عند عبادك مسلو يعني الألوهية تقول لي طيب يوحد كهوني، عشان كده لعني إلا كمان من ضروريته إنسان متمسك يقول لك بقى بعروة والعروة الوثقة بقى تمسك بقى إسلام لنايو لأنه رب العالمين لبل فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني لأن الاستمساك ميتو أقوى من التمسكته، يعني عشان كده رب العالمين يبيلاني تمسك لكن بيلا فقد استمسك يعني أقوى، يعني سنة بدين قد أبطأ لدينك سنة أبعدك سنة حادتك يعني حادت اللوكا إنسان دين الله حادت ودينه لثبت ودينه لتأبط وبدينه لتمسك وبدينه لعزت لبو
دائما الله سبحانه وتعالى يعني نصره ومكنه ويسر قلبه وسهل قلبه وعزتنا الدنيا ونا الآخرة إن شاء الله حبر لريان. و طبعا يعني رأس الأمر الإسلام بلا، لأنه يعني الأمر الإسلام لأنه جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما تأبوه ففعلا نتو رأس الإسلامته. وهي يعني ومبليه قل قنات يقدرني مبليه يعني بالصلاة بالإسلام بل الدين لنا رأس أبو قبي قال أبو قبي. عشان كده بيلا رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، الصلاة عماد الدين نسمع. ليل السلة كمان كافر طبعا، الأحد بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، لأنه لعمود لرأس الإسلام أول شيء، حار العمود لصلاته، حار هي نبيلة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أدي ميت معناها وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أي أعلاه وأكمله الجهاد في سبيل الله، وذلك لأن الإنسان إذا أصلح نفسه حاول إصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله ليقوم الإسلام لتكون كلمة الله هي العليا، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وصار ذروة السنام لأنه به علوم به علو الإسلام على غيره. طبعا فضلنا جهاد كلنا نمر، النبي صلى الله عليه وسلم جاهد ومعارك ومواقع ناي بدر وناي أحد وناي الخندق إلا كلا حقوه كمان، يعني كم معارك لحصل يا صحابة رضوان الله عليهم لو دو وفي سبيل الله جاهد علو لدين قل تمكن ولدينهم قل بكم زرحدو قل عبدو دي بروحتهم قل دافعو ودي بدينهم قل دافعو ودي بعردهم قل دافعو وديب مالهم قل دافعوا و اسلام بقول حكمه واسلام عدل قل تحكم دي بقدام والعزة قل تحكم وغيرنا بنا رب العالمين العلق اللي قبا شرك وكفر وظلم وضلال ونفاق قل اللي بدي ها يعني كانتنا جهاد دي بإسلام لا تعريا كان ألبون أعلى درجة لأنه ب لقوة مسلمين تتأمر والعزة مسلمين تتأمر كانت مسلمين تتأمر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بو سبت ولدينا بسبت ورب العالمين يعني كم سل قلدوا عفاك فأزن أقلهم قل قاتلو ولا ومن أفضل لنا كمان يعني الإنسان لشهيد مركب وبعل دي بدكم رب العالمين هو قافر قلوب ولا ميزت لنا عيو وشهيد لتبهل كم حور عين للزواج ورب العالمين داب منه وبيل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخر الآيات إلا كلا يعني دي بسورة التوبة لذكريا رب العالمين ودي بسورة الأنفال وسورة الفاتح بزح لأحوالنا يا مجاهدين وصفاتنا يا مجاهدين وصفة الجهاد ولد جهاد مدور قبي كودي بدين كترافع يعني دافع هو من أرواحك كدافع هو من أموالك كدافع عزة بجهادكم سلتها لي وجهاد رب العالمين كم سل فرديو وجهاد من ربي تو أمرنا رب العالمين تو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جاهد بيري وجاهد وكانت يعني بدوح كم سل أكان با ديبا مسلمين وديبا نفوس مسلمين اللي كل الأمر شهداء أنا أحد قدام مدينة لقيس كرا حمزة ك مزعب بن عمير ولا من ديبا لس شهدوا سك هذا يعني 70 شهادة لس شهدوا ديبا من ضمن أسد الإسلام عمه للنبي صلى الله عليه وسلم حمزة يعني هو قاتل على والتاريخ لنا هنا كفو أنبتا والذين بقوتنا صحابة رضوان الله عليهم إن صمدوا إن أصبروا أروحتهم ووقتهم ومالهم إن أرخصوا لما تعينا دينته هنا
رب العالمين سهلنا انت عم تقناته دي وقت مناسب عم تقناته، يعني اروحتنا قلنا جاهد نقدر يلي ناني اروحتنا جاهدنا من قبي الله سبحانه وتعالى ان شاء الله بخير لهدينا وتقوى وصلاح كتب قلنا ورب العالمين بيلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ورا نفس جاهد من قبل دي بطاعتنا يا رب العالمين ودي بصلاة دي باستغفار دي بزكاة دي بصلة رحم دي بكل خير لبدي بها اتجهها من قبي والله سبحانه وتعالى يعني وفقك تجهد العباية قد تجيس حقوم جهاد نفسك جهادك لها كمان فكر بها مجاقل مجاهدين تتعدي فلسطين لها لو دي كان عزة لها لو مظلومين لها لو فكر دي بسوريا لها لو مثلا أكانت عزة لبديبة وأكانت ولي أمر لوجه ديبة وأكانت قوة لبديبة وأكانت يعني علماء لأيود ديبة الله سبحانه وتعالى لبصر يوم والله سبحانه وتعالى لنور يوم والله سبحانه وتعالى لوفق يوم كأهل العلم للأكد ديبة الله سبحانه وتعالى باللي قل إنسان لجهاد لنا يقل قبل من قدر بماله من قبي بروحته من قبي بكلمة أمر معروف أنا عارف من قبي بعلم من قبي بنصيحة من قبي اللي كل الله سبحانه وتعالى يعني قبله منك وأسأل الله سبحانه وتعالى إلا حلقات إلا سجلنا كل ديبا يعني قالت هلا من قبي قالت راسعكم من قبي قالت واتقى من قبي إن شاء الله أنتم دعاء تودوا لنا وتستغفروا لنا وسامحونا ولا تمديدوا إن شاء الله انت جوادنا وانت اسم داسنينا امتي بلنا يوم خلاص الكتاب خلصكو مالدو وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.